السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال، وكنتمنى رمضان يكون بخير وعلى خير، كدوزوه على اتم وجه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشنيكات بعجينه المسمن بحشوه سهله اقتصاديه، ما كتكلفش بزاف، يعني اي حاجه موجوده عندك في البيت ممكن تديريها. هنايا غادي ندير البصيله تشحر، انا هنا قطعت الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، عندي الفلفله الحمراء والخضراء وشويه المعدنوس مع البصله، غادي نديرها هي الاولى تشحر. العجينه ديال المسمن غادي صوبتها من قبل، غادي نخلي البصله ديالي تشحر واحد شويه، غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه. هاد المحنشات هادو غادي نديرهم في الفران، ما غاديش يداروا في المقله. ساهلين، ما كياخذوش وقت طويل، دغيا كيتوجدوا. غادي نزيد البصله الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء باش يتشحروا مع البصله. غادي نضيف التوابل، بالنسبه للتوابل عندي هنايا الابزار واحد المعلقه صغيره، وكيبقى على حسب الذوق، اللي كيبغي الحرور ممكن انكم تزيدوا. غادي ندير شويه ديال السكينجبير، عفوا ما تكتروش سكينجبير، غير غصد المعلقه، شويه ديال الخرقوم، واحد المعلقة صغيرة ديال الشاونية أو التحميرة، البصلة والفلافل كما كتشوفو راني مقطعاهم رقاقين، يعني ما غاديش ياخذوا لنا وقت كتير، دغيا دغيا غادي يتشحروا لينا، في نفس الوقت يكون دخلهم طياب. غادي نضيف القليل من الشحمه، هنايا راني حاكه واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلوه، غادي نضيفها، اللي ما بغاش ممكن يستغنى عليها، انا كتعجبني ديك اللذه ديالها، غنضيف هي شويه، واللي ما عندوش ممكن انه يدير هاد الحشوه هادي بلا شحمه. غادي نضيف القليل من الزيتون الاخضر، الاخير غادي نضيف هاد القزبور، عفوا غادي نضيف المعدنوس. الحشوه ديالي كما كتشوفوا راها وجدات وراها ناشفه من الماء، ضروري ما خص ما يكونش فيها الماء باش ما تقطع ليناش العجينه ديال المسمن. غادي نطفي عليها دابا العافيه وغادي نخليها تبرد واحد شويه، وندوزو من بعد ان شاء الله باش نشكلو العجين ديالنا على شكل شنيكات كما قلت لكم او محنشات صغار. من بعد ما بردت ليا الحشوه ديالي كما كتشوفوا، ها الكويرات ديال المسمن اللي خليتهم كيرتاحوا، غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش نطلقوا العجينه ديالنا. الكويرات غادي درتهم صغيورين ماشي كبارين باش الشنيكات ديالنا يجيونا صغيورين، ثم كما كتشوفوا العجين ديالي راه ارتاح، كل ما ارتاح العجين المسمن كل ما كيعطينا الطوع وكتخدم لينا يعني بكل سهوله. نحاولوا نعطيوها الطول ماشي دائريه، نحاولوا لان غنديروا شنيكات نحاولوا نعطيوها تكون يعني مطلوقه بشكل مستطيلي. نديرو الزيت باش تجينا مقرمشة من الداخل،
غادي ناخذ القليل من الحشوه وغادي نديرها بشكل طولي. وغادي ندلوي عليها العجين ديالنا. حنا كنديرو شي شويه ديال الزيت كنلويو وحنايا كنزيرو شويه العجين ما نخليوهش مرخوف. بقاو غاديين بهاد الطريقه هكا حتى نكملو العجين ديالنا كامل. ثم كما كتشوفوا نزيدو نسرحو شويه ونبداو نلويو بهذه الطريقه هذه. كنتمنى يكون واضح. حتى الاخر هذا الاخراني هذا غنديرو من التحت بهذه الطريقه هكا. ندهنوها بشي شويه ديال الزيت وغادي نحطها في اللاطه ديال الفران. غادي نزيد معكم وحده اخرى. غادي نعاود نجمع الجوانب عليها نديرو شويه ديال الزيت ونبداو نلويو. حنا كنلويو وحنايا كنزيرو شويه التلويه ما نديروهاش مرخوفه باش يتلواني لا مزيان. غادي نبداو نلويو الشناك ديالنا. حنا كنديرو الزيت بهاد الطريقه هادي وهاد الاخراني نديروه من التحت هكايا. غادي نكمل انا بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله ديال المسمن وندخلها للفران طيب على درجه حراره متوسطه ونتلاقى ان شاء الله معكم في طبق التقديم.
وهاو ملمحين الشات ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا، راني خليتهم حتى تحمروا كيجيو مقرمشين ولذاذ. كنتمنى تجربوهم وتنوعوا بهم المائده الرمضانيه ديالكم، وكنتمنى هذه الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.